الملحن وليد سامي، برحب بيك معانا. حبيبي اهلا وسهلا. انت مش مكرم النهارده، احنا في مهرجان وشوشه الافضل 2020، لكن مسلسل البرنس اللي انت كنت شغال فيه احسن مسلسل في رمضان 2020، تقول ايه النهارده على تكريم المسلسل؟ طبعا انا بقول ان هو مسلسل جامد جدا، والفنان محمد رمضان من احسن الممثلين، وانا مبسوط بالشغل معاه طبعا. التعامل مع احمد سعد في الاغنيه بتاعت المسلسل شايفها ازاي؟ تعامل كويس جدا، والناس كلها اتبسطت بالتتر، وانا مبسوط بيه، وان شاء الله يتكرر تاني السنه الجايه. اشتغلت مع سعد قبل كده ولا دي كانت اول تجربه ليك؟ لا هي دي اول تجربه بس مش اخر تجربه طبعا. انا عرفت ان انت هتشتغل حاجه قريب مع احمد شيبه، احكي لنا بقى كواليسها ايه. عم احمد شيبه طبعا من الاصوات الجميله جدا وصوت الشعب الاصيل، وانا مبسوط بالشغل مع النجم احمد شيبه، وانا بعمل له 3 اغاني بس انا مش عارف هم نازلين سينجل ولا تيتر ولا البوم، ما عنديش تفصيل كويس. انواعهم ايه، مقسوم ولا دراما؟ احنا عاملين حاجه مقسوم مهرجاناتي كده، بس مش شكل المهرجان، بس حاجه مقسومه كويسه مرقصه، وعاملين حاجه شعبي دراما، وعاملين حاجه مقسوم. ممكن نسمع حته من اي حاجه فيهم؟ ما عنديش اي جديد. الناس الحاوي مطربه جديده برضو، وفي ناس تانيين شغال معاهم جداد، كلمنا عن التجارب دي. انا بحب المواهب الجديده، والمواهب الجديده طبعا يعني هي كانت سلم في حياتي الفنيه في بدايتها، وما زالت المواهب الجديده انا عندي. لما وليد سامي يقدم موهبه جديده ويطلعها ويخليها نجمه، دي بالنسبه لي حاجه كبيره، يعني بحس باحساس، يعني طبعا النجوم طبعا حاجه كويسه، بس برضو احساس انك تعمل نجم ديت حاجه صعبه وحاجه كويسه جدا لاختيارك للصوت الموهبه الجديده والاصوات المميزه. الباك جراوند بتاع وليد سامي ايه اللي ما يعرفش؟ انت دارس ايه؟ دارس موسيقى ولا لا؟ بدايتك كانت امتى وفين؟ انا بدايتي كانت مطرب في دار الاوبرا المصريه، ودارس من 2014، واتجهت للتلحين في 2020 بس. نفسك تشتغل مع مين يا وليد ان شاء الله في الفتره الجايه؟ يعني انا نفسي اشتغل مع ناس كتير جدا زي الفنانه شيرين طبعا، والفنانه اصاله، والفنان تامر حسني. يعني احنا اتكلمنا عن اللي اتعمل خلاص واللي فات، احنا عايزين نتكلم بقى على الجديد. ايه عند وليد في الفتره الجايه ان شاء الله؟ طبعا الجديد الفنان احمد شيبه طبعا عامل له 3 اغاني، وطبعا عمر كمال حبيب قلبي عامل له 2، في تراك مع سامر احمد، وان شاء الله تراك تاني ينزل كمان اسبوعين، والنجم عبد الباسط حموده تراك اسمه انا حد طيب، وطبعا في مشروع بقى مع النجم العالمي بهاء سلطان، فده الحاجه اللي انا مبسوط بيها. انا هكلمك تاني خلاص. لا 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 طبعا، بس النجم بهاء سلطان من الاصوات الجميله جدا جدا، واللي انا اتربيت عليها وكلنا اتربينا عليها طبعا. عمر اغاني مهرجانات ولا اغاني عادي؟ لا اغنيه مقسوم، وتوزيع الاستاذ اسامه عبد الهادي طبعا، وكلمات سامر احمد، ودويتو بينه وبين سامر احمد. احنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه، وان شاء الله الاغاني دي لما تنزل تكسر الدنيا وتبقى احسن كمان من مسلسل البرنس. ربنا يخليك يا رب. سلام، انا مبسوط اني كنت معاك النهارده. شكرا جدا.